وينضم إلي من عمان السيد توبي فريكر المتحدث الإقليمي باسم اليونيسيف. سيد فريكر أهلا بك معنا. يعني حتى الآن أكثر من 40% من ضحايا هذا العدوان المستمر على قطاع غزة من الأطفال، هذا فضلا طبعا عن الجرحى والأوضاع الإنسانية السيئة التي يعاني منها عشرات الآلاف من الأطفال في قطاع غزة. ما هو موقف منظمتكم من كل هذا؟ كما قال المدير التنفيذي لمنظمتنا حديثا إن الوضع مروع للأطفال بشكل خاص، حيث أن نصف السكان من غزة أي يقارب 1 مليون شخص هم من الأطفال، وهذا الوضع مروع. ونحن طالبنا مجددا بوقف إطلاق نار إنساني ووصول إنساني مستدام للإمدادات والمساعدات لوصولها إلى أو إيصالها إلى النساء والأطفال في غزة. والمدير التنفيذي قال ذلك لمنظمتنا وقد أعاد مناشدته لأهمية وقف إطلاق نار فوري لإيصال المساعدات. يعني مجرد مناشدة أم أن ربما لديكم قدرة على التواصل مع السلطات الإسرائيلية لوقف هذا؟ اليونيسف والأمم المتحدة بشكل أوسع نتواصل مع الأطراف المعنية التي نحتاج أن نوفر لها الإسعافات المنقذة للحياة والمساعدات أيضا، ونحن نقوم بقصارى جهدنا لإنقاذ حياة الأطفال وأيضا لتقديم الخدمات المنقذة للحياة والدعم كذلك كالوصول متزايد إلى المستشفيات وإلى الحاجات الأساسية. ونحن نقوم بقصارى جهدنا وسنستمر في المناشدة لوقف إطلاق نار. هل أنتم قادرون الآن على التواصل مع فرقكم العاملة داخل قطاع غزة؟ هل تعرفون طبيعة الاحتياجات في هذه المرحلة؟ نحن قدرنا على التواصل مع بعض طواقمنا التابعة لليونيسف العاملة في غزة في الساعات الأخيرة، إذا قلة استطعنا التواصل معهم، ولم نتواصل لم نستطع التواصل مع كل طواقمنا، وبالطبع هذا مصدر قلق كبير حيال رفاههم ولكن أيضا حول رفاه كل الأشخاص الذين تتهدد حياتهم في غزة بفعل هذا التصعيد. إذن قنوات التواصل يجب أن تفتح لتعزيز تنسيقنا المنقذ للحياة ولكي نقوم بقصارى جهدنا لتخفيف بعض المعاناة على الأطفال.